النهارده موجود مجموعه رجال اعمال على اعلى مستوى في كافه المجالات، وجايين بمحبه وجايين برغبه حقيقيه لزياده استثمارات السعوديه، وهي عظيمه في بلدنا او بلدهم الثانيه كمان. وفي نفس الوقت يمكن كنت بسير معاهم ايه المشاكل اللي بتواجهوها وكذا. الجميع يريد حتى ان ينحي المشاكل اللي موجودة، وطبيعة الشغل دايما يبقى فيها مشاكل، ولكن الجميع يريد أن ينحي ذلك جانبا ويتكلم ويبتدي في زيادة الاستثمارات السعودية. ما يحصل في جمهورية مصر من تطوير للأنظمة والقوانين هو الذي دفع بالاستثمارات السعودية إلى أرقام غير مسبوقة في مصر، ونعد بأن القادم سوف يكون أكثر إن شاء الله. الوفد الاقتصادي السعودي 51 رجل أعمال سعودي، ونحن أوريدي كلنا مستثمرين في مصر، وسوف نسعى في عملية زيادة الاستثمار. لدينا 5000 شركة موجودة في مصر، عندنا 73 شركة متعثرة، ونتطلع بإذن الله تعالى في اجتماعنا غدا التحالف الكبير الذي سوف يحصل ما بين المجموعة الكبيرة اللي هم موجودين اليوم وما بين الشركات المصرية في إعمار ليبيا والعراق واليمن بإذن الله تعالى.